يعني قمة عربية فيها العرب جايين يسمعوا العربية وجايبين واحد يهدر بالعربية، علاه تبون داير ليكوتور تاع المترجم ما يترجم لك لأي لغة؟ نورمالمون دار في الولايات المتحدة في الأمم المتحدة كي واحد يتكلم باللغة تاع بلاده، تما ما فهمتش علاه داير ليكوتور على سيد راه يهدر لك بالعربية. واش قالوا شوف والله استنى نحط على الشبة خير الأخرى من مرسيليا، واش قاعد تسمع؟ نسمع فيه قاعد يهدر، ياو يهدر بالعربية. وضعك في الصورة غايتنا. احنا كان اللي العلاقة المغربية الجزائرية للأسف متوترة، انتم شفتوا جزء منها فقط في هذه القمة، لأن هذه علاقات ما فيهاش علاقات دبلوماسية مقطوعة، ما فيهاش مجال جوي مفتوح، ما فيهاش تبادل، ما فيهاش حوار ولا شيء، فأكيد كتكون بعض الأمور اللي تم حلها في إطار النقاش وغيره. مسألة الخريطة كانت دائما من المغرب منذ البداية كان كيقول الشعار ديال القمة هذا اجتماع لجامعة الدول العربية ليس اجتماع لدولة، نحن هنا في إطار دعوة لجامعة الدول العربية لقمة لجامعة الدول العربية. المرجعيات، القواعد العمل، الخرائط، كل شيء هو ما يهم الجامعة العربية. إذا كانت لدولة أجندة وطنية خصها دير مناسبة وطنية أو دير اجتماع خاص بها، لو كنا في إطار الجامعة هناك يجب احترام. نفس الشيء يعني احنا اللي كيألمني مثلا هو أن المغرب ما تلقى سير، شوف هناك مئات الإعلاميين، ما تلقاش مغربي واحد ولا مغربي غتلقى، يعني احنا اضطرينا أن الدبلوماسيين هما اللي كيصوروا لأن ما تعطاش لهم تأشيرات، ما تعطاش لهم، ومجموعة من الأمور اللي البارح كنا غنديروا حوار ما تسمحش لايف بي وهذا أنهم يجوا عندنا، فكل هذه، ولكن هذا ما خلاناش أننا من نساو ما هو أهم ونشر. سمعتوا كمية تضييق على الوفد المغربي، جميع الدول حاضرة الإعلاميين ديالهم إلا الإعلام المغربي اللي ما تمش ليه السماح بالدخول للجزائر، وهذا الشيء ماشي أول مرة كيوقع، سبق ليه وقع ألعاب البحر الأبيض المتوسط، يمكن عندهم خوف من أن الإعلام المغربي يخرج يصور كيف دايرة هي الجزائر الجديدة ويصوروا الطوابير والأزمات اللي كيعيش فيها الشعب الجزائري، يمكن هذا تخوف لأن الإنسان اللي في كرجو العجينة هو اللي كيبقى حاضي منك بزاف، أما الإنسان اللي نيته صافية فراه كيتعامل عادي كيف ما كنتعاملوا إحنا ملي كيجيو عندنا سواء الأندية ديالهم أو لا المنتخبات ديالهم، كيفاش كنتعاملوا معاهم بشكل عادي بالترحاب، ولكن اللي في كرجو العجينة انتم كتسمعوا كمية ديال التضييق اللي كيدير على الوفد المغربي، لكن وكيف ما هي العادة السبع كيبقى دائما سبع، والسي ناصر بوريطة مازال وسط البلد ديالهم كيقصفهم في كل حوار أجراه مع شي قناة إلا وكيورك اليوم على الجرح، وكيأكد بأن هاد الناس العقدة ديالهم من جهة المغرب كبيرة وتاريخية وعشبقى مستمرة وعتعيش الكبرانات مرعوبين من شي حاجة سميتها المغرب. فهاد الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا واحد التبديلة اللي دار السيهم تبون ملي كان كيتكلم قيس سعيد، هو كان كيتمزق للشابة خيرة ولا يعلم الله لمن كيتمزق، ولكن خصوصا غادي تسمعوا واحد الجزائري اللي كان كيشري الصباط من المغرب، كيشري جملة وكيبيعوا في الجزائر. السيد كيترزق الله نزلوا عليه بغرامة كبيرة، علاش؟ لأنه كيتقدها من المغرب وكيدخل ماد إن مروكو إلى الجزائر، وهذا الشيء ما كيديروش غير هو، كيديروه بزاف ديال التجار تما، خصوصا دوك اللي كيبيعوا دوك البيجامات وكيبيعوا بزاف ديال الحوايج، راه كاين الفيديو حاضر شي نهار غادي نحطوه إن شاء الله ديال دوك التجار اللي في الجزائر اللي كيتقداو من المغرب، كيشريوا الجبادور ديال الرجال، كيشريوا بزاف ديال الحوايج ديال الرجال، الجلابة، البيجامات ديال النساء وكيبيعوهم. عندنا الفيديوهات غادي نحطوهم شي نهار واللي كياكدوا بالانفس ديالهم بان هاد السلعه كتجيهم من المغرب. ها هما الان ولاو كيضربوا هاد التجار هادو بغرامات كبيره، علاش؟ لانهم كيتقداو من المغرب. فنخليكم مع هاد الفيديو، نتمنى تفاعلوا معاه بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك، خليونا الراي ديالكم في الكلام ديال السي ناصر بوريطه اللي في كل حوار كيورك ليا على الكبرانات، خلونا الراي ديالكم في التعليقات، ما تخلوش علينا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. سبحان الله، يقدر ربي محمد من وهر ومحمد من وهر، في زوج يشوفوا تشوفوا محمد واحد اخر من وهر يزيد بالك راي اخر. اهلا سي محمد. سلام سي تري، مرحبا بك، السلام عليكم، ان شاء الله تكون بخير. محمد من وهر. واه محمد من وهر، كيف داير سي لطفي؟ لاباس الحمد لله. خويا محمد من وهر قلنا الحمد لله الدنيا لاباس، محمد من وهر قلنا يا ولدي السبيطار في حاله، انت يعني محمد انا محمد من وهر راني نرقد مع فريجيدان.
فهمنا فهد يا خويا واحد. انا اللي نقعد معاه في الجدال وزادوا رسلوا لي واصل فيك. فهمنا فهمنا فهدي. اسمح لي تفضل. تفضل سي محمد تفضل. واصل فيك. فهمنا محمد يعني وهرا واش تشوفها انت يعني و... انا وهرا في البنك. انا عندي دروقه قريب 50 عام ما زرني مع فريجيدان. سمعتني لطفي؟ والله هيك محيرنا اخويا محمد. والله لان نقعد مع فريجيدان وزادوا رسلوا لي بروسي في 188 مليون بروسي. لا اخويا محمد ما قد ما الفريجيدان اللي ترقد معاه. نرقد مع فريجيدان. دعواه 188 مليون هذه. هذه كي كانت مغنيه حاله شرينا احنا السلعه من بلادنا. من الجزائر ما جبناش من المغرب دارونا مهربين. بابا 180 لو تشري من بلادك من الجزائر مهرب قول سي لطفي. 188 مليون. 188 مليون دايرينها لبروسي وانا في الزنق نرقد مع فريجيدان. انا قاعد نخمم كي ندير دروك باش نخلصها. وكي تقول لهم ما عنديش يا محمد يعني ما عنديش مدخول ما كانش يعني مراجعه للحكم ولا حبس. اللي يجيب من بلاد البلاد هو المهرب شفت من بلادي والصباط هذا اللي جبته يشرو يلبس حتى البروكيلا حتى وكيل الجمهوريه اللي يشرع لك لابس الصباط هذاك تاع المغرب كي كانت حاله 188 هذه كي كان بوتفليقه زعما كي جات بون الله يعلم لا الله يسمح لنا ولا مشي انا مانيش نهضر على روحي انا كاع الشعب الجزائري مسكين كان اللي قد بوب بيد وخاوي تاع بلاستيك طاوا 5 سنين. وعلى العموم الحياة اخويا محمد يعني كيف تشوفها انت؟ الحياة شوية مخلطة. خلطة؟ ما بغاوش ما بغاوش زعما يريقلونا زعما والو. دوك ما طامعين لا في سكنة لا والو زعما الانسان طامعين قالوا له يدير البروسي زعما يعيش حياته عادي كيف الناس. فاهم؟ هيضروك حمبوك تايا جايب 20 صباط ولا 30 صباط يدير لك 188 ويزيد يدي لك لوطوك ويزيد فاهم ويزيد يدخلك للحبس ويزيد فاهم وشينا من الجزائر لو كي نشرو من المغرب ما عليش حنا جينا من بلادنا من الجزائر مغنيه شايله مغنيه جزائر فيها كارتشومبيت فيها الديوانه فيها الجدارميه سوق نورمال هادو ما عرفتش يشوفوا اللي يديروا تما حوانيت نورمال ما يشوفوهمش فاهم لا صابر 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 ما كان والو ربي معاك يا اخي اول نوفمبر انا ما اسمع لا باول نوفمبر لا والو كيما قال لك الشواده مساكر الله يرحمهم هذا هو كيشوف في فتيل الحيقه هذه الحيقه اللي تطرطق مشي يقول لك ما ممنوعه وندخلوا عليها الحبس كي انت توريها فتيل الناس تطرطق فيها وبعد تكذب واحد بها تدخلها الحبس هذه ما كانش هذه شوف خويا التينيس فانها جو مغلوقة زيد لها باجاره باش تخرج ما كاش شوف خويا شوف بازا طيبة فر انها جو افتخا تكون واحد يعني يمرض دخلت ايرجونس كيف راح يفوت كيف راح تجيه لومبيلونس ديجا عيط لها من الدار كيف راح تجيه مقفول الطريق تحبس شعب كامل تقطع تحبس البلاد تقفلها على جل باش تحيي بلاد اخرى ثم باش تحيي بلدان اخرى جايين رؤساء يا ولدي اذا قادر دير اذا مش قادر اذا ما عندكش لي زاكس ما تمرمدش شعبك ديجا شعبك ومشو حتى يعني بهذه القمه يعني مقيمها تزيد تمرمدو مسكين تقفل البلاد الله غالب ما عندكش ليكسبيريونس ما عندكش الله غالب الله غالب لا ماشي مشكل مرمدوه الشعب ومالف ويسكت ويبقى في السيركولاسيون هكا عادي جدا البارح كنت فرحان تحتفل اليوم تتمرمد في السيركولاسيون ما عليناش المهم النقطة الأخرى بالنسبة للقمة نحاول نزربوا مع الوقت في الصورة اللي وراها أخويا المخرج كريم طابو القمة العربية هي قمة الدكتاتوريات المتجاهلة لحقوق الإنسان من المستضيفة الجزائر إلى المغرب والسعودية
يعني يا خالتي سما اعلموا باللي كاين ناس راه يتناضل او ما عنده حزب لا والو ومازال ماشي ما مديكلاري راهو كاين ناس مازال تهدر هذه الجمله وانت متابع قضائيا وكنت معقب قداه شهر قافلين عليك في زنزانه مظلمه واحد ما سامع بيك يعني وعم بالكش حتى عمناش حي ولا ميت. واين الاحزاب الاخرى والاحزاب السياسيه الاخرى والمثقفين الاخرين وكذا وكذا؟ ما تقدرش تعول غير على هذا كل خطره لازم تبعث بريه وتهدر كل خطره. تسمع عبد واحد الي ليميتي وهكاك زيدو بوسيو فيه، وعلى الاقل كاين واحد من الجزائر هدر وكتب رسالة كالعادة تيعو بالاحترافية والسياسية والدبلوماسية تيعو وبعتها على رأيه في هذه فيشكر عليها يا خالتي. باش نعلم لأنه ساعات ناس يقول كريم طابو لا ويعرف وقته يضرب، كريم طابو يعرف وقته يصوب وزيد مداخلاته تقريبا كل يوم في المغاربية. الاجتماع قبيلة بدأ وكيبدأ الاجتماع يا خالتي أنا قال لي تو بوكس واحد الصورة يا أخوي المخرج، بدا الرئيس التونسي يتكلم باللغه والفصاحه العربيه تاعو. حط لنا الفيديو من فضلك اخويا، هذه واحد ليماج ما فهمتهاش، بعد نروحوا للديسكور تاعو. تفضل. نتقاسم الروح النضاليه من اجل الحريه والانعتاق والعزه والكرامه، كما نتقاسم مع كل ابناء الامه العربيه نفس هذه القيم التي نتشوف إليها ونتطلع إلى تحقيقها. نلتقي في هذا المكان. هذه برك ما فهمتهاش حتى انا، تبون حكيت راسي على جال. يعني قمة عربية فيها العرب جايين يسمعوا العربية وجايبين واحد يهدر بالعربية، علاه تبون داير ليكوتور تاع المترجم؟ ما يترجم لك لأي لغة. نورمالمون داير في الولايات المتحدة في الأمم المتحدة كي واحد يتكلم باللغة تاع بلاده، تسمى ما فهمتش علاه داير ليكوتور على سيد راه يهدر لك بالعربية. واش قالوا شوف الله استنى نحط على الشبة خير الأخرى من مارسيليا، واش قاعد تسمع؟ نسمع فيه قاعد يهدر، ياو يهدر بالعربية. الله أعلم ما عليناش. المهم باش نختموا بالفيديو يا خاوتي، لأن قبل ما بديت الحصة بدات يعني تم بدات ما قدتش نقطع لي ديسكور كل هدر واحد الكلام الرئيس التونسي يعني ريبهم كيما نقولوا احنا. اسمعوا واش يهدر على الدول العربية المشاركة واش يقولوا عليكم في العالم. تفضل خويا المخرج. يعيش وطننا العربي العزيز منذ سنوات طويلة أوضاع صعبة وشديدة التعقيد وزادت تفاقما في الأعوام الماضية نتيجة أسباب ليس هذا مجال ذكرها، هذا فضلا عن الاقتتال الداخلي وعشرات آلاف الضحايا الذين يعيشون البؤس والفقر والحرمان أو يسقطون كل يوم نتيجة المعارك التي لا تهدأ قليلا إلا لتعود بأكثر قوة وشراسة، بل إن بعض مدننا العربية لم تعد تذكر في نشرات الأخبار إلا مع الأحوال الجوية، نشرات الأحوال الجوية أو لذكر عدد الضحايا من القتلى والمصابين. بابا سمعتوا خالتي، قلت لكم أنتم يا بلدان يا العرب ما يسمعوا بكم حتى في الأحوال الجوية بلك ما يذكركمش، واحد ما مقيمكم. هادي يا الشيخ حنا دايرين صارفين عليها ما نعرف قداه المليار وانت جيت قلنا أنا معولين عليهم وانت قاعد يقول لهم تعرفوا غير تقتلوا في بعضاكم تذبحوا في بعض. هو ديجا بلاد وهي خايده عجل حراقه وهذه كتسمى هو ومنهم بالك. حتى احنا نسمعوا تونس هاو السكر ما كانش، هاو الزيت ما كانش، هاو الخبز ما كانش. ام عندنا زملاء تونس كل يوم نسقسيهم واش جا السكر جا الحليب جا الخبز، هام خرجوا هام ضربوهم هام دفنوا حراقه مساكن هام دفنوا بيبي. تقتلوا غير في بعضاكم وتقتلوا في بعضاكم. شفتوا الكونستا يا خالتي، جايين الجزائر وش تديروا؟ جايين تفريوها في الجزائر؟ شفت الجزائر وش حاطه في بالها؟ يعني راح تورغانيزي وش حتحل مشاكل الناس قاعدين يقتلوا في بعضهم؟ هو يقول لهم مش ني انا
غير القتل كل يوم. حتى الأخبار قالهم في العالم نوصلمون يذكروكم ما با في النشرة، ما اسمو سمعين بكم حتى في الأحوال الجوية، ولا هدروا عليكم يهدوا غير على القتلى للناس اللي قتلتوهم، وتصدق مع الرسالة رجالها كريم طابو اجتماع الدكتاتوريات، لأنهم يقتلوا في شعبهم، يسجنوا في شعبهم في الحبس ويرميوه في السجون. طبعا ماشي كل الدول يعني عم بنا بها يعني راهي تحت هذا الضغط، لأنه لما يقول واحد ما سمع بكم، أنا لما نشوف قطر صحيبي كيفاه واحد ما سمع بيا، لي ستار لي زارتيس لي الناس كل كوب دي موند التماري راهو بول تما انديكالاج، خلطة كبيرة داخله كل وتبون في النص بالليزيكوتور او يسمع في شبه خيره، والله لا على بالو واش قاعد يدير، شعبه حاصل في السيركيلاسيون، الناس راهي مرمده وحنا رانا نعلق. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، مش بخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.